ابو خالد والحسوني الرقم منو عشائرها سيدي الدم الاخي ابو شعبان؟ هي مجموعه عشائر ابو شعبان سيدي كلهم عرب قحطانيه. الله، ابو شعبان عنده عشائر منهم العفادنه ومنهم الوالده ومنهم البوسبيع الى اخره، في نسبه بدو هذول اغلب العشائر. الله ابو شع شلون بدينا الزور ترى مع قيادات صح على قيادات زبيد من قحطان، هذول ابو شعبان زاد زبيد من قحطان والنعم الله. شنو عشائرهم الاسامي فروعهم يعني؟ قلت لك سيدي العفادة، العفادة زاد تنقسم عدة أقسام، الوردة تنقسم زاد 6-7 عشائر النوب. تعرفهم؟ الشبل العلي كثير والنعم فيهم الجميع. هم عشائر أبو شعبان قبيلة كبيرة يعني والنعم فيهم الجميع. يرجعون زبيد بعد زبيد قحطان، يعني هم والنعم. على قيادات أقرب شيء قرايب. قحطان من أهل اليمن سبأ مملكة سبأ. قد كان لسبب في مسكني ما يسمى رقة الشمال رقة القيسيين هذول الله صح بالعراق بعد فيه قبائل قيس صح وبيه بدو الله البدو قوم ابن مهيد وما ابن مهيد هذول البدو شيوخ عنزة صح عنزة قرايبهم بالسعودية وفي شمر شمر موجودين بس قليل شمر اكثر شيء بالحسك الله محافظة الحسك والسادة سياد السياد سيدي برقة سياد قليل يعني أقدم شيء اللي قبلنا يعني إحنا كعائلات سياد عائلات النعيم عمين رقبية النعيم البيين البياض الشيخ جاسم أبو العيش والشيخ جاسم هذول وبي بيت سيد توفيق بن عجان حديد عائلة برقة إيه صح يعني عمنا دم وبي مثلا أعوذ بالله نحن ممكن دماغ خزاد دم خلي أصل من حلب بنتال حديد عندكم؟ إيه عائلة واحدة بيت سيد توفيق الله يرحمه قدس صلى في واحد هنا محمد عجال حديد سعودي كل يزور الوالد كان أيوة الله يرحمه نسامه أول أولهم قرايب زادوا بحلب هم كان بيت حديثا من العراق لأن الوالد زار العجال حديد وش اسمه المنبجي في حلب وحوالي حلب سيدي منطقة اسمها الباب ومع عجال حديد موجودة برقة بيت سيد توفيق صح والمراسمة والمشاهدة والراوية الراوي سيدي بدير الزور سياد رفاعية طبعا صح ما عليهم غبار المشاهدة يعني أكثر العالم يقول إنهم منسوبين سادة حسينية والبخابور إيه البخابور التركة المراسمة في أقوال لكن ما أعرف صحيحة صح. أو لا والنعم فيهم الجميع شكرا نعم الكل شكرا سيدي قال والد درس ابو يعقوب سيد وساش من سعد رفع زناب شيخ الطريقه رفع الصبي يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد والتقوى اهم شيء اي والله لن تنفعكم اموالكم ولا اولادكم ولا ارحامكم ما شاء الله والعقيدات اشهرهم بالرقه في سوريا هم يعرفوا لكن العقيدات ما لا يعني بالرقه بسوريا وين اكثر؟ قليل سيدي حسون مريح دميم ابو سرايا ايه ابو سرايا تبون عقيدات ايضا ابو سرايا صح عقيدات افراح كثيره صح صح كلهم المراشد والرحبيه والحسون ادليم مريح الجبور صح العقيدات ابو شعبان هذول كلهم سيدي تحت مسمى زبيد الاصغر وزبيد الاكبر هذول في العراق يرجعون والعبيد العبيدي حوشت العبيد هذول كلها زبيدين يعني صح. يرجعون قحطانيين صح من العرب القحطانيين الله أعلم صح حياكم الله سيدي محمد نور الدملخي السبسبي الرفاعي المراشحي حسيني الحسني الهاشمي الصوفي الرفاعي